ما صحة الاتهامات لبعثة الحج اليمنية ببيع تأشيرات مجاملة؟ يشتكي عدد من الحجاج بالتلاعب بأسعار الحج من قبل الوكالات وغياب الرقابة على الأسعار وتنظيم الحج. هل فعلاً الجهات السعودية تتعمد تجاهل معاناة اليمنيين؟ أهلاً بكم. رغم السمعة الطيبة التي تحظى بها وزارة الأوقاف ورئيس بعثة الحج اليمنية، إلا أنه في هذه المرة واجهت بعثة الحج اليمنية موجة انتقاد حادة على خلفية التحقيقات التي كشفها الصحفي صلاح الأسدي حول بيع 600 تأشيرة حاج مجانية تمنحها السعودية تحت بند مجاملة بيعت بمبالغ باهظة. هذه التحقيقات تسببت باعتقال الصحفي صلاح الأسدي، هذا إلى جانب شكاوى كثيرة تسبب فيها إهمال الجانب الرسمي المكلف بإدارة البعثة، ناهيك عن أن فريق البرنامج حاول الاتصال بوزير الأوقاف وعدد من مسؤولي الوزارة لإيضاح الصورة عمن يتحمل مسؤولية هذا الفساد وهذه الأخطاء وتفسيره أمام الضحايا الذين اشتروا هذه التأشيرات المجانية. وفوق ذلك تعرضوا لإهمال الجانبين اليمني والسعودي، ولكن لم نجد أي تجاوب من الجهات المعنية. هم 9500 والحج الرسمي لو افترض انتم سجلتوا رسميا 8100. بين اسعار مرتفعه وتاشيرات مجانيه بيعت لهم وانتهازيه البعثه اليمنيه، يروي الحجاج اليمنيون فصلا من العبث الذي طال كل مؤسسات الدوله بما فيها المعنيه بالحج، عن حجاج دفعوا مبالغ باهظه ودخلوا بصفتهم مشرفين واداريين وبوعود استضافتهم على الدرجة السياحية ليجدوا أنفسهم في مرمى الإهمال من السلطات اليمنية والسعودية على حد سواء. السلطات السعودية اعتقلت الصحفي اليمني صلاح الدين الأسدي على خلفية نشره جانبا من الفساد والاختلالات التي مارستها البعثة اليمنية، من بينها المتاجرة بتأشيرات الحج المجانية وبيعها بطريقة غير رسمية. مشرف إداري، أنت يا حاج أشرفت ولا درت شيء؟ ولا شيء، ولا در ولا أشرف حاجة. الاتهامات طالت قيادات وزارة الأوقاف بأن الاعتقال جاء بطلب منها كون التصريحات كانت تخص الجانب اليمني وليس السعودي، غير أن وزارة الأوقاف نفت أي علاقة لها باعتقال الصحفي صلاح. سؤال يا حجاج، سؤال، هل أشرفت على شيء؟ لا. هل أدرت شيء؟ لا. تقول المصادر إن 600 تأشيرة حج مجانية كانت منحتها الحكومة السعودية لوزارة الأوقاف اليمنية تم بيعها على حجاج يمنيين تحت بند مشرفين وإداريين بمبالغ وصلت لأكثر من 10,000 ريال سعودي للتأشيرة الواحدة. نحن الآن في فندق ثامر، هذا فندق ثامر. لقاءات الصحفي صلاح الدين الأسدي كشفت جانبا من الفساد وعن بيع تأشيرات المجاملة، فساد ورسوم أعلى من السعر المحدد للحج تم أخذها من الحجاج اليمنيين من وكالات تسجيل وتفويج الحجاج. ادعاءات الحجاج، وشفنا فعلا أن الحجاج دافعين مبالغ زيادة. أولا الأستاذ عدنان، هؤلاء دخلوا الأستاذ نايف، هؤلاء الحجاج دخلوا بأي صفة؟ دخلوا بصفة مشرفين وإداريين. مشرفين وإداريين، مين سلمهم لك؟ سلموني هم البعثة. البعثة اليمنية؟ نعم. يعني ليسوا مجاملة ولا شيء؟ لا، مشرفين البعثة اليمنية باعتبارهم مشرفين وإداريين من الحصة الرسمية. من الحصة الرسمية. الاتهامات طالت وكالة دار التوحيد التي باتت حديث المحتجين كونها استلمت من الحجاج رسوما مرتفعة أكثر من الرسوم التي أقرتها الوزارة، وصلت إلى 14,000 ريال سعودي. ونحن هنا نعاني معاناة شديدة، لا يوجد أدنى خدمات، لا طبيب، لا شيء من ذلك. ويعني سجلنا على أنه حج رسمي وطلعت في الأخير أن التأشيرة كلها مجاملة. موجة سخط طالت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تفرج السلطات السعودية عن الصحفي الأسدي ومطالبات بالتحقيق في شكاوى الحجاج.
إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي الكاتب والباحث خالد عقلان هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خالد. تحية لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن انتهى موسم الحج، وربما انتهى باحتفائية كبيرة قامت بها وزارة الأوقاف قبل يومين، ولكن حصل هناك لغط كبير حول مشاكل كثيرة حول هذا الموسم، أبرزها بيع تأشيرات مجانية. بالتأكيد حضرتك تعلم ويعلم كثير أن هناك تأشيرات مجانية من المملكة العربية السعودية منذ سنوات، يعني ليست هذا العام فقط، تسمى مجاملة، تأشيرة مجاملة، ولكن تم استخدام هذه التأشيرات وبيعها للحجاج. كيف تابعت ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في البداية، الحج هو رحلة إيمانية ينتقل فيها الإنسان متخلصا من كل أعباء الدنيا، وينطلق الملايين إلى صعيد واحد وإلى رحاب واحدة بالثياب واحد، ويشتركون في مشاعر واحدة. والحج لديه أو فيه كثير من المعاني العظيمة التي يعني لو الأمة يعني نظرت إلى هذه المعاني العظيمة للحج، التي هي المساواة وكذلك التخلص من كل يعني متعلقات الدنيا، وأن يتجه الإنسان إلى ربه، فهذه أعظم المعاني التي أراد الله تعالى أن يستخلص منها الإنسان المسلم الدروس والعبر، ويعود متخلصا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. ويقول الله عز وجل في سورة البقرة: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالبيت الحرم جعله الله تعالى مكانا يجتمع فيه الناس ويتعارفون، وأمنا كذلك. فالبيت الحرم هو بيت فيه الأمن، هو مظنة الأمن ومظنة السكينة ومظنة الرحمة. حتى كان من أخلاق الجاهلية أن الرجل إذا وجد قاتل أبيه في البيت الحرام يكف عنه، لا يفعل شيئا، ولا يعني ولا حتى لا يهيجه ولا يفزعه. فهذه المعاني العظيمة للحج للأسف يعني أصبحنا نتجاهل كثير من هذه المعاني، وما نسمع من أن هناك بعض التجاوزات فيما يتعلق ب الرشوة أو الفساد المالي أو الإداري في مؤسسة يفترض فيها أن تكون قدوة في يعني في تطبيق شعائر الدين المتعلقة بالنزاهة وبالصفاء وبالنقاء، خاصة وأن الإنسان في فريضة الحج يحاول أن يتخلص من هموم الدنيا. والكارثة تكمن أن نحن لا نتهم ولا نجزم أن هناك فسادا، لكن ما أشيع وما انتشر ويعني كما يقال وما تحدث كما يقال يعني. نعم، كما يقال ليس هناك يعني كما يقال النار يعني لا دخان إلا من نار كما يقال. فبالتالي على الجهات المعنية أن تتحرى المصداقية وأن يكون لديها مكاشفة للرأي العام، وللأمانة ستكون هذه يعني كارثة أخلاقية أن يستغل الحج الذي فيه يعني تطهير للنفس من كل يعني الذنوب، وأن يستخدم في الرشوة وغيرها من الأمور المسيئة والمشينة للأسف. نعم، إذن اسمح لنا، سينضم معنا أحد الحجاج والذين ربما عانوا من الكثير من الإشكاليات، وهو الحاج فؤاد هاجر، أحد الحجاج المتضررين. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء النور والعافية أختي. أهلا بك، وحج مبرور وسعي مشكور بإذنه تعالى. وأود منك أن تطرح مشكلتك ومعاناتك على السادة المشاهدين. معاناتي والله ان انا لم القى اي حد يجاوب عني، لا وزير الاوقاف ولا يشتون الحجاج ولا البعثه ولا اي حاجه. احنا من اول ما وصلنا الى السعوديه واحنا مهانين 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 بمعنى الكلمه، لا في مواصلات باصات من اول ما وصلنا، لا في تغذيه، لا في سكن ساعة الناس، ولا في اي حاجه مقيمات.
احنا لحد الان لحد الان احنا مسافرين بكره ان شاء الله المدينه، لحد الان ما وصلناش العشاء. طيب بدك تكلمني فؤاد، انت يعني من اي فئه سجلت، تتبع من؟ سجلت رسميا بس اقتصاديه وزيدت فوقها 200 ريال سعودي، قالوا اننا تاخرت عن التسجيل يومين او ثلاث ايام. قالوا جيب 200 ريال سعودي زياده، قلت حاضر مرحبا من العين. كم دفعت؟ كم دفعت يا دفعت 8300، وفي ناس دفعوا من 13000، في ناس دفعوا من 9000، وفي الاخير جاءوا التاشيرات مجامله تبع وزير الاوقاف، تبع الاوقاف باعوها للوكالات، وكاله وهميه اسمها الفاروق، تاجر تبعها اسمه عادل الخولاني، بهذلوا بنا وشمتوا بنا، ما احنا عارفين ايش. يجي واحد يتكلم يغلقوا فمه، لا تتكلمش، لا تفتحش فمك، ممنوع الكلام، عتموك اي اتهامات، عاجب انك حاج تطالب بحقوقك. طيب اسمح لي يا فؤاد علشان بس تتوضح لنا الصوره كامله، يعني الان جميع الحجاج اليمنيين مع جميع الوكالات عانوا نفس المعاناه، او مع بعض الوكالات التي ربما بيعت لهم؟ اكثرتهم، شوفي يا اختي طلع النبي، اكثرت الحجاج عانوا من حكايه المواصلات والتغذيه، لكن بالاخص الذي حصل والتاشيرات المجامله عانوا الكل. ليش هم بالذات يعني ليش هم يعني اكثر من 700 حاج يا اختي والعز منك، اكثر من 700 حاج يعني اكلوهم من ما يقارب 5000 سعودي الى 6000 سعودي، هذا الذي معاهم حصلوها ربح، ارباح هائله باسم الوزير وباسم الوكالات باسم المشرفين، الله اعلم. همشي يتكلم مع الوزير يقول لك الوزير انا ما اشتغل، انا مش عملني، انت رحت عند السماسره، انت رحت عند، قلت انا على السماسره، لكن السماسره هذه وكاله رسميه دخلت لمنى باسم وكاله، ازاي دخلت؟ دخلت عبر مضوف باسم من؟ بمذكره عبر البعثه وزاره الاوقاف، احنا سكنونا عبر وزاره الاوقاف، كيف تدي لهم مذكره عبر وزاره الاوقاف وانت مش عارف تبع من الحجاج هؤلاء؟ يعني في، انا سمعت كمان انه بعضكم يعني اعطوهم اساور اشراف واداره، يعني ايوه موجوده عندك في النت، عندك ادخلي على الفيسبوك مصور موجوده باسم المحقق الصغير، احنا بنشارك من الظهر للراي العام ونتابع، والله يكون في عونه الاخ صلاح الاسدي الصحفي الفذ، يعني خليه يدخل ويحاورك ويشوف عنده كل شيء، عنده المعلومات كامل بيحقق ويطلع الاثباتات، موجود المضوف نفسه موجود للفيديو باعتراف انه مع مذكره من البعثه اليمنيه. طيب يعني ايضا في الجهه الثانيه يا اخ فؤاد، يعني وجدنا وزاره الاوقاف قبل الحج وهي تصور الباصات اخر موديل لنقل الحجاج. لا والله العظيم والله العظيم والله العظيم اني لا حجي، اني كان الباص الحر الماكينه اني لا فوق وجهي، 2000 موديل الباص انا قريته بنفسي، انا بشتغل واعرف الموديلات، موديل الباص 2016 او 2006 او 2008 مرسيدس حق شركه رواحل، ما كان بيعدونا بباصات باسر هات الجديده المكيفه انظمه، وجابوا لنا باصات دقدقه على حاله. إذا أتمنى يعني أنه رسالتكم تكون وصلت عبر البرنامج، يعني نحن الأمانة حاولنا التواصل مع وزارة الأوقاف. نحن نشكر قناة بلقيس على تفاعلها معنا وعلى طرح مشكلتنا مشكلة الحجاج. الله يعينكم أخي، وأتمنى أن يتم حجكم على خير وأن تتم زيارة المدينة على خير بإذنه تعالى، والله يكتب لكم الأجر، يعني في نهاية الأمر هذا ما نتمنى الحصول حصولكم عليه. عودة إليك، شكرا جزيلا لك فؤاد هاجر أحد الحجاج المتضررين، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ خالد، يعني كما تفضل هذا الحاج، يعني وكالة دخلت إلى منى بالتأكيد بطريقة رسمية، المطوف لديه ورقة من وزارة الأوقاف، وفي الأخير وزارة الأوقاف تتنصل وتقول أنتم ذهبتم عبر سماسرة، من أين أتوا هؤلاء السماسرة وهم بأيديهم أوراق رسمية من الوزارة؟ يعني من خلال المداخلة التي سمعناها يعني يبدو أن هناك إشكالية كبيرة يتطلب أن يكون هناك لجنة تحقيق، يعني الوزير أو الوكيل
الذي أشرف بشكل مباشر على بعثة الحج هذا العام يتحمل مسؤولية كبيرة، وعليه أن وعلى الوزارة أن تشكل لجنة للتحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين. يعني مسألة أن يمر هذا الأمر دون محاسبة فهي في الحقيقة فضيحة على السلطة الشرعية. نقول لهم ماذا أبقيتم لميليشية الحوثي؟ يعني نعم كثرت يعني إشكالية نعم الحكومة الشرعية وصلت نعم للأسف الشديد حتى الحجاج. يعني الإشكالية أن يكون هناك فسادا في وزارة كما في وزارة يفترض فيها أن تكون أبعد ما تكون عن مظاهر الفساد، خاصة وأنها تسير شؤون الناس، الشؤون الدينية للناس. مسألة يعني استغلال الوظيفة العامة أيا كانت هذه الوظيفة، يعني استغلالها في التكسب يعد يعني جرما ويوجب الحساب المحاسبة والمساءلة، وأن يكون هناك مكاشفة للرأي العام. وإن كان هناك تجني على المسؤولين أو ادعاء فيعتذر للمسؤولين، فكل شيء وارد. يعني المفترض أن يكون هناك لجنة تحقيق، لجنة التحقيق تتحقق من الأمر ومن هذه الادعاءات، ويكون هناك تقريرا واضحا. نعم نحن حاولنا التواصل بهم، يعني تقريرا واضحا. لما لم يتم التوضيح للناس من خلال، يعني نحن حاولنا منحهم فرصة حتى لا يقال أننا نتجنى. يعني الوزير للأمانة دائما ما يظهر معنا في كثير من الحلقات، لما تم الإحجام في يعني هنا يعني عدم وجود في هذه الحلقة ممثلا رسميا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يدل على أن هناك حقيقة إشكال. هذا الإشكال يجب أن يعالج، وأن يكون هناك لجنة تحقيق. لجنة التحقيق يجب أن تصدر تقريرا ينصف فيه من تعرضوا للابتزاز، ويتم فيها محاسبة المسؤولين. يعني نريد أن نذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن قانونا يجرم فيه استغلال الوظيفة العامة، وهذا الاستغلال الوظيفة العامة يوجب العزل. أحد الذين استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم واليا أو ولاه على جمع الصدقات أو الزكوات في منطقة من المناطق في فعاد بأموال الصدقة أو بأموال الزكاة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في الناس، وكان خطابه فيه رسالة واضحة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على المنبر هل جلس قال إن أحدكم نوليه أمرا من أمور المسلمين أو أمرا من أمور الناس ثم يأتي إلينا ويقول هذا لكم أي مال الدولة وهذا أهدي إلي. قال هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سن قانونا يجرم فيه استخدام الوظيفة العامة للاكتساب الشخصي أو للتكسب، وعزل هذا الرجل. فبالتالي يعني لو أتينا إلى للأسف الشديد يعني لم يصب المسلمون بهذا التخلف الكبير إلا لأنهم تخلفوا عن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم في المحاسبة والمساءلة وقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذه الأمور التي هي قوام نهضة أي أمة من الأمم، المحاسبة والمساءلة والشفافية، للأسف الشديد هذه القيم يعني تغافلها المسلمون، وبالتالي أصبحوا في ذيل الأمم. يعني الآن في 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 الغرب فضيحة بسيطة لوزير أو لتسقط ربما حكومة بأكملها. يعني يجب أن يكون هناك يعني خاصة وأن هذه الوزارة يعني تسير أمور الناس الدينية، يجب أن يكونوا محل قدوة. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فمشيمة أهل كما يقال. فبالتالي علينا أن نكون أكثر مصداقية مع الناس، خاصة وأن الوزير جاء من خلفية يعني سياسية يعني تحمل شعارا بمكافحة الفساد والوقوف ضد أي خروقات فيها نوع من تراكمات النظام السابق أو غيرها. فبالتالي يجب أن يكون لديهم حساسية أكبر في هذا الأمر، وأن يكون هناك موقفا صارما وواضحا. يعني فهم مسؤولون أمام الله، ومسؤولون أمام الشعب، ومسؤولون أمام ضمائرهم وأمام أنفسهم وأمام ما يدعون من قيم يجب أن يتحلوا بها وأن يكونوا قدوة للناس.
نعم. إذا أستاذ خالد، الحكومة السعودية عادة يعني سنويا تعطي وزارة الأوقاف مئات التأشيرات المجانية، والتي يفترض أن تذهب لأسر الشهداء، للجيش، يعني لمن يستحق، بينما شاهدنا بالصوت والصورة أنهم باعوها لمواطنين عاديين بأكثر حتى من السعر العادي. يعني تفضل أخ، يعني هو ب 8000 هناك من دفع 9000 وهناك من دفع 13000، يعني أدخلهم على أساس أنهم مشرفين إداريين. كيف يعني يمكن أن نفسر مثل هذا التصرف؟ هو في الحقيقة يعني أن يذهب نظام صالح وتبقى منظومة الفساد تبقى مستمرة يدعو على أننا لم نتغير يعني، وبالتالي نحن لازلنا نقتر يعني تراكمات المرحلة الماضية ولازلنا في مكاننا. يعني إذا لم يكن هناك تفعيلا لميزة الأمة، خيرية الأمة تكمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فخيرية هذه الأمة تكمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يكن هناك يعني تقديرا لمن يقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إسكاتا، يعني المشكلة هنا ليس هناك إسكات لمن يقوم بدور المعروف والنهي عن المنكر، يعني نحن نطالب أن يكون هناك تقديرا لمن يقوم بهذه الفضيلة، لكن الإشكالية الكبيرة الآن أن يتم إسكات من يقوم بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما قام به الأخ الصحفي صلاح الدين الأسيدي من تصرف يعني احتجاز، ثم بعد ذلك قيل أنه بإعاز من سنتحدث عن بإعاز من هذا، يدل على أن هناك خللا حقيقة، وأن منظومة الفساد لا زالت في تراوح مكانها، وأننا أمام يعني مسؤولية أخلاقية يجب أن يكون هناك مكاشفة للرأي العام. يعني نقول نحن كفاية، يعني حقبة النظام السابق يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون هناك مكاشفة ومساءلة في كل الأمور صغيرة أو كبيرة. يعني هو تم الحمد لله قبل ساعات الإفراج عن الصحفي صلاح السعودي من قبل السلطات، عفوا صلاح الأسد من قبل السلطات السعودية. هو صحفي اشتغل على ملف فساد وزارة الأوقاف في هذا الجانب، يقال بأنه تم الوشاية به بأنه حوثي، وعلى أثره تم احتجازه. يعني برأيك كيف يتحول الشخص إلى حوثي لمجرد أن ينتقد وزارة ما، أو يبحث عن ملف فساد ما، وهو صحفي لديه كامل الحرية في التحدث عن أي ملف؟ يعني ربما هذه كارثة حقيقة، يعني أن يتم اتهام الناس بهذه الطريقة، من يحاول أن ينبه الناس على قضية فساد، أو من يحاول أن يقوم بواجبه الأخلاقي والإنساني الذي يمليه عليه ضميره، والذي يمليه عليه دينه وقيمه. ويعني صلاح الدين الأسيدي معروف بأنه من الصحفيين الذين لديهم من شباب فبراير، ومن الشباب المتحمسين الذين وقفوا ضد يعني الحقبة السابقة من الفساد، وبالتالي يجب أن يكون هناك وقوف ضد الفساد أينما كان وفي أي زمان كان. وما قام به صلاح الدين الأسيدي، الصحفي صلاح الدين الأسيدي، حقيقة يخدم الوزير ويخدم الأسدي، يخدم الوزير ويخدم الوزارة ويخدم مهمة الوزير. يعني المفترض أن يكون هناك تكريما من قبل وزارة الأوقاف لهذا الصحفي الذي كشف ملفا، هذا الملف هو يمثل وصمة عار على وزارة يفترض أن تكون قدوة، ويفترض من الوزير أن يكون قدوة بين الوزراء. أما أن يتم اتهامه والتعامل معه بطريقة أمنية وإسكاته، فهذه يعني للأسف الشديد أنا أعتقد أنها يعني هي أسوأ من حقبة، يعني هؤلاء يعني يعدون أسوأ من رجال صالح. على الأقل يعني اتهام الناس بهذه الطريقة التي فيها نوع من الفجور في الخصومة، يعني إلى هذا الحد أن يتم اتهام الأخ صلاح الدين الأسيدي الأسدي بأنه حوثي لمجرد أنه انتقد أو كشف ملفا يتم التلاعب به، يعني يدل على أن احنا أمام كارثة، ويجب هذه الكارثة الأخلاقية يجب الوقوف ضدها، لأننا أمام استحقاق واضح. هذا الاستحقاق دفع يعني شباب اليمن من أجل أن يكون هناك تغييرا منشودا حقيقيا، وأن يكون هناك تصدي لمظاهر الفساد من أي
جهة كانت، يجب أن يكون هناك تحقيقا واضحا في الاتهام الذي وجه لصلاح الدين الأسدي، وكذلك يجب أن يكون هناك تحقيقا آخر فيما يتعلق بالتجاوزات التي حصلت في بعثة الحق. حينما يتكلم الحق الذي أخذتم مداخلته أن هناك يعني إهمالا، يعني ليس هناك يعني حتى أنا شاهدت قبل في أيام الحق يعني كان هناك أطعمة فاسدة وأطعمة لا يمكن أبدا أن تأكلها حتى الحيوانات، يعني كنا نقول أن هذه من ربما ظروف الازدحام، ربما هناك يعني نعم مع ذلك ربما تجد بقية البعثات يعني شعور الحاج يعني وهو يجد بعثة أخرى عربية يعني في قمة الاهتمام وقمة نظافة الأكل وقمة توفير المبيت الجيد، يعني ربما هو الدفع أكثر من ذلك الحاج، هذا شعور سيء للغاية. يعني هؤلاء ضيوف الرحمن، وهذا الوزير الذي إن كان لديه يعني مسؤولية دينية وهذا ما للإشراف يعني على هذه المهمة المقدسة التي يعني شرفه الله بها، يجب أن يكون هناك مساءلة، من الذي تسبب في معاناة الناس؟ ومن الذي كان سبب في سواء في الأطعمة الفاسدة أو في قلة الخدمات أو في قلة أو في سوء الخدمات التي قدمت أو فيما يتعلق بالإشكالية الأخيرة التي كشفها الصحفي صلاح الدين الأسيدي من أن هناك تلاعبا حقيقيا فيما يتعلق يعني بأن يستغل هذه الفريضة التي هي فريضة الطهر فيها النفوس، تستغل للابتزاز والرشوة، يجب أن يكون هناك محاسبة ومكاشفة. هذه المحاسبة والمكاشفة يجب أن يكون هناك يعني تقريرا واضحا للرأي العام وإيضاح من الوزير نفسه هل بالفعل ما تم تداوله من قبل صلاح الدين الأسيدي صحيحا أم لا، وعليه أن يثبت يعني المتهم كما يقال في القاعدة الشرعية بريء حتى تثبت إدانته. نعم. عليهم أن يعني يبرهنوا للرأي العام أن كل نعم. ما قيل عنهم مجرد ادعاء وباطل، وهم يتحملون مسؤولية كاملة حول نعم. هذه الخروقات وهذه التجاوزات. نعم أستاذ خالد، اسمح لنا فقط أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ خالد، واسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي والناشط في قضايا مكافحة الفساد نبيل الأسيدي من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. أستاذ نبيل هل تسمعني؟ نعم سنحاول التواصل بك مرة أخرى. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هناك أنباء أن قيادة وزارة الأوقاف هي من وشت بالصحفي صلاح أنه حوثي بسبب اشتغاله على ملف فساد الوزارة في بيع التأشيرات المجانية، هل تتوقع أن يصل الأمر بالوزارة إلى هذا الحد؟ يعني في الحقيقة كما قلنا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن لا نثبت أنه تم الوشاية به، يعني خاصة وأن الطرف الآخر غير موجود في هذه الحلقة، والمفترض أن يكون هناك توضيحا من الجهات المعنية ومن الوزارة فيما يتعلق بهذه التهمة. وإذا كان لديكم تواصل مع الأخ صلاح الدين الأسدي فهو المعني بالإيضاح، يعني من الذي وجه له هذه التهمة، وهل هذه التهمة وجهت له من شخصية رسمية في الوزارة أم أنه يعني المسألة تحتاج حقيقة إلى تثبت. وصلاح الدين الأسيدي هو معني بأن يكون موجود في الحلقة أو يكون هناك تواصل معه بحيث أنه يكون هناك توضيح يعني فيما يتعلق بالأمر. أما إذا كان بالفعل يعني أن يتهم بأنه حوثي لمجرد أنه انتقد الفساد فهذه بالفعل يعني هي وصمة عار حقيقة يعني في جبين. إذن عاد إلينا الأستاذ نبيل. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور. أهلا بك أستاذ نبيل، كونك صحفي مهتم بقضايا الفساد، كيف تابعت موسم الحج لهذا العام وما خالطه أو شابه من حديث عن ملف فساد لوزارة الأوقاف بفساد مالي وإداري؟ طبعا هذا هو مثل الأعوام السابقة، وهناك نسبة فساد واضحة من خلال بيع التأشيرات المجاملة على التي تمنح مجانا
إلى الوزارة الحق اليمنية وتقوم بتوزيعها على مثلا على بعض الشخصيات، لكن هناك واضح أن هناك كانت مجاملات لبيعت لحجاج بمبالغ طائلة، بالإضافة إلى أن هناك تسجيلات لفيديو يعني قدمها الزميل صلاح الأسدي تتحدث عن يعني عمل مقابلات تتحدث قيام وزارة الأوقاف بمنح حجاج بفكرة مشرفين إداريين لحجاج أتوا للحج فقط وعلى أساس أنهم من ضمن طاقم الوزارة، وهذا لم يكن صحيحا. الأمر الآخر كانت هناك مثلا في السكن، يعني هناك كان متابعة مثلا السكن هو مجهز لي مثلا إلى 10 ويتم حشر أكثر من 30 شخص، إضافة إلى رسوم أخذت من قبل بعض الوكالات وهي رسوم زائدة ومرتفعة وهي غير قانونية، يعني غير موجودة قانونيا. مثل هذه الإجراءات كانت يعني دليل واضح على تلاعب الوزارة وبيع الكثير من التأشيرات. هناك لدي كشوفات لكثير من الحجاج ربما كانوا من مناطق أو من جهات معينة لدى مسؤولين في الوزارة. هذه الأمور أيضا كشفها كشف بعض منها الزميل صلاح الدين الأسدي الذي احتجز في مباحث منطقة مكة المكرمة وفق خلفيات يعني صحيحة، يعني أنا سمعت أنه في السياق الحديث السابق أنه الوزارة وشكه، لكن ما حدث بالفعل هو أنه نزل إلى أحد الفنادق لتصوير بعض الحجاج ومن وكالة معينة لأخذ منهم تصريحات، وأعلن في الفيسبوك أنه سينزل إلى الفندق الفلاني لأخذ مقابلات مع حجاج دفعوا مبالغ طائلة وأنهم ضمن طاقم الوزارة وهم ليسوا طاقم الوزارة. حينما وصل إلى الفندق كان عدد من المشرفين التابعين لوزارة الحج متواجدين في الفندق، وحصلت مشادة كلامية ومن ثم اشتباك، اضطرت إدارة الفندق إلى طلب الأمن. أيوة، وهذه هي الموضوع لديه خلفية بسبب الكثير من التي نشرها. نعم، إذن يعني لم يتم الوشاب كما أشيع، ولكن هناك نعم تخوف، كان هناك تخوف عليه من قبل المشرفين أيضا، تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل المشرفين. نعم، تخوف لكي لا يعني يوضح أكثر، خاصة وهو يعلن عبر صفحته. لكن أود أن أسألك أستاذ، الوزارة هي تتحمل، الوزارة تتحمل طبيعي مسؤولية كاملة لأن هؤلاء موظفين لديها ومشرفين معتمدين لدى الوزارة. نعم، يعني أنا حين أفوج مجموعة من الحجاج وأمنحهم صفة مشرف إداري وهو أتى للحج فقط، يعني أحمله عبء يعني عمل ربما ليس يعني مؤهلا له، وليس هو يعني يريد القيام به، وإنما لكي يعني أمنحه صفة قانونية لأنني أعلم أنني منحته تأشيرة خاطئة. لكن الغريب أيضا يعني هذا الحاج الذي أنت تعطيه إسوارة مشرف أو يعني متابع في الحج، أيضا تهمله في أكله وفي منامه وفي يعني هناك عتب مرتين، يعني هل تعامل المشرفين التابعين لك بهذا الشكل؟ يعني يشتكي الأخ فؤاد الذي كان معنا أنا نعم أنا مشرف، ولكن حتى الآن لم أتناول وجبة العشاء، أنا في مواصلات سيئة للغاية، يعني ما الذي يحدث بالضبط؟ أولا نحب أن نوضح بعض النقاط يعني الرئيسية في هذا الجانب. حينما يأتي بعض الحجاج على أساس مشرفين، هنا نقطة رئيسية، هؤلاء حجاج عاديين أتوا وقدموا على الوزارة من أجل أن يتقدموا إلى الحج. الوزارة لديها نسبة مجانية باعتبارهم مشرفين إداريين، فهي تمنحها لبعض الوكالات وهذا سمترة واضحة، فيقوم الوكالات تأخذها وتبيعها على الحج. الحاج وتقول له تعال وهذا وادفع رسوم معينة، الرسوم هذه هي رسوم غير قانونية لأنه يدخل أصلا مجانا لأنه ضمن طاقم مشرفين التابعين للوزارة.
فبالتالي هذه التأشيرة منحت مجانا من الحكومة السعودية لوزارة الأوقاف اليمنية وتم التلاعب بها. الحاج يأتي ويقوم بأداء يعني فريضة الحج وهو لا يعرف حتى معنى مشرف إداري، هو يعرف هو كل ما يريده أن يدخل لأداء فريضة الحج ولا يهمه نعم. بقية الأشياء ويدفع هذا المال، وبالتالي نعم. هذا التلاعب واضح. نعم. الأمر النقطة الأخرى، أنا نشرت في أكثر من مرة الصور للمأكولات التي فرضت على الحجاج، مأكولات رديئة جدا طبعا نعم. ليست كل الوكالات لكن هذا حدث بالفعل، الحمامات كانت حتى على مستوى المبيت يعني صحيح. إذن المبيت تم حشر أكثر من 30 شخص داخل غرفة نعم. ضمن الاتفاق أنها لعشر أشخاص. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل السيدي، أوضحت العديد من الأمور. الصحفي والناشط في قضايا مكافحة الفساد كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، واسمح لنا أيضا أستاذ خالد أن ينضم معنا الحاج علي حاتم الأنسي وهو تربوي أحد الحجاج في هذا الموسم من ماليزيا. مساء الخير أستاذ علي. أستاذ علي مساء الخير. نعم مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك وتقبل الله منكم صالح الأعمال، وأود أن تصف لنا أجواء الحاج في ظل الصعوبات التي عانيتم منها. أولا نشكركم على هذه الإطلالة، ومن ثم حقيقة كانت أجواء الحج روحانية مما لا شك فيه، لكن الصعوبات التي مررنا بها كانت في الآتي. أولا عندما تقدمنا للعديد من الوكالات كانوا يخبرونا بأن الحج الرسمي انتهى التقديم له، والموجود هو عبارة عن حج مجاملة. نعم هكذا كلمونا من البداية. احنا طبعا كنا مندفعين، كل يريد أن يؤدي فريضة الحج، فكان يخيرنا في الوكالات تريد حج مستوى أول أو مستوى آخر، يعني هو مستويين موجودين. فكان المتوسط الذي كان يدفع الحاج قرابة 10500 ريال، وبعض الحجاج على حد علمي دفع 15000 وبعضهم 13000، وهكذا الأرقام متفاوتة. نعم. بينما الحج الرسمي هو عبارة عن مبلغ 8100 ريال سعودي. وصلنا المملكة العربية السعودية، طبعا كانت وسيلة المواصلات رديئة جدا، باصات قديمة تورمت أرجل أغلب الحجاج، كبار السن تعبوا كثيرا في الأمر هذا. طبعا من الصور المؤلمة جدا أن بعض الحجاج له مدة زمنية طويلة 10 سنوات وهو يجمع مبالغ مالية حتى يؤدي فريضة الحج. نعم. في الأخير فاجأنا يوم منا بأننا مشرفين وإداريين، الأسويرات التي حصلنا عليها كلها مشرفين وإداريين. الشركة المطوفة رفضت إدخال بعض الحجاج، ليس لكم أماكن، أنتم مشرفين وإداريين أتيتم لتسيير أمور الحج، مساعدة أنتم من وزارة الأوقاف أتيتم لمساعدة الحجاج، ما فيش لكم حج. فكانت صدمة جميعا يعني، وهذا الكلام يعني الكل يعلمه، قرابة 600 حاج حصل لهم هذا الكلام. طبعا ما رافقه بعدين من سوء في الخدمات، لم تكن بالشكل المطلوب، تأخر وجبات غير موجودة في منى. حقيقة كان مؤلم جدا لنا كحجاج، الذي كل يعني جاء من أماكن بعيدة يؤدي فريضة الحج، وفي الأخير وجد الوكالات الأخرى الأجنبية وبعض الوكالات اليمنية كانت خدماتهم ممتازة جدا، وهؤلاء الذي 600 حاج يعني كانت معاملتهم معاملة سيئة جدا يعني. عندما وصلنا مكة طبعا كان أصحاب المستوى الأول وجدنا أنه ما فيش مستوى أول ولا شيء يعني، كل نعم. الكلام أنه انضحك علينا. نعم للأسف شديد، شكرا جزيلا لك. نعم شكرا جزيلا لك علي حاتم الأنسي التربوي أحد الحجاج في هذا الموسم، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. إذا أستاذ خالد، هناك استغلال حقيقي لمسألة شوق الحجاج للذهاب لفريضة الحج. انتهى الموسم أو التسجيل الرسمي ثم بدأ عرض التأشيرات المجانية، هذا ما وضح الأمر يعني أو ما تم توضيحه من خلال من كان معنا. يعني
أضف إلى الإهمال الذي تعرضوا إليه هناك، أضف إلى أن بعض الحجاج قيل لهم لا تحجوا أنتم مجرد مساعدين بحكم أنكم من وزارة الأوقاف، إهمال كبير من الجانب الحكومي اليمني لهؤلاء الحجاج، رغم أن هناك ملايين الريالات لو حسبناها السعودية. يعني في ظل كل هذا كيف يمكن التصرف، أو ما الذي يجب عمله بعد كشف كل هذه الحاج علي حاتم؟ مداخلته في الحقيقة مؤلمة يعني للغاية، يعني يشعر أن هناك يعني ابتزاز وهناك غش. يعني نحن نذكر الإخوة القائمين على الحج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. يعني أن يتم، يعني حينما يجمع الإنسان الذي يريد أن يحج بيت الله الثمان سنوات يبدأ يجمع المال، ثم بعد ذلك يتم التعامل معه بهذه الطريقة التي فيها نوع من التغرير والغش، يعني في الحقيقة يعني أشعر بالخزي، يعني أن يكون هذا تصرف من هو معني بتسيير شؤون الناس أو أمور الناس الدينية في الحقيقة. نعم، إذن ينضم معنا أيضا صحفي يونس الشجاع وهو من صنعاء. مساء الخير أستاذ يونس. أسعد الله مساءكم أستاذة آتية ومساء جميع الزملاء وجميع في القناة وجميع المشاهدين الأعزاء. أهلا بك أستاذ يونس. قناة بلقيس الرائدة وقامها المتميز على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن الإشكالات والمعاناة. نعم، أبرز هذه الإشكالات أستاذ يونس هل شرحتها لنا؟ هل أولا أنت ذهبت للحاج أم هناك من أخبرك ببعض الصعوبات؟ خلال هذا الموسم والمواسم السابقة طبعا هناك الكثير من الاشكالات والمعاناه التي يلاقيها الحاج اليمني، لكن توجد اشكاليتان قديمتان متجددتان لم يتم ايجاد الحلول لهما من قبل المسؤولين المتعاقبين بصراحه على وزاره الاوقاف والارشاد، وفي كل موسم تطفو هاتان المشكلتان على السطح ورائحتهما تزكم الامور. الاشكاليه الاولى تتمثل في معاناه الحجاج اليمنيين في ميناء. الإشكالية الثانية تتمثل في التأشيرات الإضافية الممنوحة لوزارة الأوقاف والإرشاد الزائدة عن الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية. نعم. أما بالنسبة للإشكالية الأولى والقياسية ومع كل المشاهدين الأعزاء، تخيلي حاج يمني يتقشم الصعاب يتحمل مشاق السفر والمخاطر معاناته وآلام السفر، كل أمل أن تنتهي هذه المعاناة بمجرد أن تطأ قدماه الأراضي المقدسة ويجد الخدمات ذات الجودة والمواصفات المتفق بشأنها. لكن للأسف الشديد ما إن تبدأ أيام الحج وببداية يوم التروية ويبدأ تصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى إلا وتصعد معهم المعاناة والتعب والهموم والمشاكل. الموسم قبل الماضي برزت معاناة الحجاج اليمنيين خلال الباصات التي تم تصعيدهم عليها إلى المشاعر المقدسة، إضافة إلى ما لاقوه أول ما وصلوا منا. هذا الموسم برزت معاناة الحجاج اليمنيين كما العام الماضي وكما الأعوام السابقة أول ما وصلوا منا من خلال انقطاع المياه عن الحمامات. هذه أول ما وصلوا منا خلال الساعات الأولى. هل فعلا خيام الحجاج اليمنيين هي تعد في آخر ميناء، يعني يضطر الحجاج اليمنيين يذهب إلى آخر ميناء حتى يصلوا إلى خيامهم؟ خلال الأعوام السابقة كانت مخيمات اليمنيين. نعم يونس. هي موسم 37 هجرية تم إنزالهم من مكان الربوة وأصبحوا قريبين من ربي الجمرات، لكن مع ذلك وجدت المشاكل والمعاناة التي كانوا يلاقوها في الربوة أصبحوا يلاقوها. تخيلي كيف يحشرون الحجاج في مخيمات منى في أسرة مكتظة، حتى البعض لا، وأسرة ضيقة ومكتظة. نعم للأسف يونس، يعني كان ودي أن أستمع إليك أكثر ولكن يداهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك. التأشيرات نعم، كنت أريد أن أعرضك على مسألة التأشيرات أيضا. نعم، تحدث الزملاء الذين يعني عن موضوع التأشيرات وكيف تم التلاعب بها. شكرا جزيلا لك يونس الشجاع الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. كلمة أخيرة في ثواني أستاذ
خالد تعقيبا على ما تم الحديث عنه، خصوصا ان هناك ايضا اهمال من الجانب السعودي، ليس فقط اهمال من الجانب اليمني. يعني في الحقيقه نذكرهم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خطب في الناس وقال: من راى في من راى فيكم من راى في اعوجاجا فليقومني، فقال له احد الصحابه: ان راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. والله عز وجل يقول: أيها الذين آمنوا، هذه رسالة للإخوة في وزارة الأوقاف الذين يفترض أن يكونوا أكثر حساسية في قضايا الفساد. يعني الله عز وجل يقول: أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يفترض أن يكونوا قدوة للناس، وأن يكون هناك، ونحن ندعوهم الآن من خلال يعني من خلال قناتكم، نوجه لهم دعوة مباشرة أن يكون هناك تحقيقا واضحا ومكاشفة للرأي العام، ما لم فحقيقة يعني ستثبت هذه الوصمة، هذه وصمة على الحقيقة في جبين وزارة الوزير والطاقم العمل معه، وربما يعني ونطالب حقيقة السلطة الشرعية بأن يكون هناك يعني محاسبة للطاقم الوزارة الذي يعني حقيقة هي تمثل فضيحة من العيار الثقيل، أن يتم التلاعب بالمناسك الدينية وأن يكون هناك يعني فسادا في الشعائر التي يفترض أن تكون أبعد ما تكون عن شبهات الفساد وشبهات الرشوة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك خالد عقلان الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.